صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من السياسه اليوم الاحد 14 كانون الثاني 2024. كل التفاصيل من لبنان طبعا والشرق الاوسط. 100 يوم على حرب الاباده على الفلسطينيين في فلسطين. سنسأل عن كل هذه الموضوعات. نبدأ من الملف اللبناني وزيارة هوكستين الأخيرة. ماذا حمل معه من جديد إلى لبنان وماذا كان الرد اللبناني؟ ولكن قبل دخول في كل هذه التفاصيل بدي رحب بضيفي عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب محمد خواجة. صباح الخير. صباح النور. سعادتك خلينا نبلش من الملف اللبناني الأبرز، ملف الجبهة، ولكن في السياسة قبل أن نتحدث عن الجبهة ميدانيا بالجنوب. ماذا حمل هوكستين من جديد؟ يعني شفنا كان بالكيان الإسرائيلي ورجع إلى لبنان وعرض أكثر من نقطة، عمل مرحلة قطع، رجع على رجع على الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم رجع على لبنان. شو حمل معه من جديد؟ يعني هوكستين مثله مثل أي مندوب أمريكي أو حتى مندوب أوروبي للأسف، يعني اليوم وتحديدا بالمئة يوم اللي مرقوا على حرب غزة بيجي حامل هجس وحيد، كيف يحصن أمن إسرائيل. وطبعا اليوم لبنان له دور أساسي وفي جبهة مفتوحة على أكثر من 120 كيلومتر، وهي جبهة مؤثرة وعاملة إرباك كبير للأمريكي وعاملة إرباك أكبر للإسرائيلي. فاقتصرت زيارته طبعا مثل ما عرفنا بالإعلام على الرئيسين بري ومئاتي وقائد الجيش، يعني زيارة تعتبر زيارة سريعة. عند الرئيس بري قدم مجموعة من الأفكار، يعني فينا نحكي عن تصور عند أوكشتاين ولا فينا نحكي كمان حتى عن مبادرة، فينا نحكي عن أفكار، قدم مجموعة أفكار. وطبعا سمع من الرئيس بري بالمقابل مجموعة من الأفكار ومجموعة من الردود كمان على كل التسويلات. من النقاط المحورية واللي هذه عاملة إرباك كبير بالكيان الإسرائيلي قصة أنه في أكثر من 80 ألف مستوطن أجبروا أنه ينزحوا باتجاه داخل فلسطين المحتلين، نزحوا من مستوطنات الشمال قياساً على فلسطين. فكمان قال له الرئيس بري يعني أنه بالمقابل في 80 ألف مواطن لبناني كمان أجبروا على النزوح نحو الداخل اللبناني نتيجة الحرب الإسرائيلية اللي قائمة على غزة وعلى لبنان واللي عم تتمدد على ما هو أوسع. الحل الجذري من بوابة غزة. إذا توقفت الحرب على غزة أكيد بده ينعكس هذا الأمر على باقي الجبهات من لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن. وإذا استمرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على غزة فما يعني مش من المنطق أن يطالب حلفاء الشعب الفلسطيني أنه يكونوا على الحياد وحدة. تنتين أنه هذه الحرب كمان إحنا اللي عم نخوضها في الجنوب وجه العدو الإسرائيلي هي صحيح من أهدافها تقديم المساندة للإخوة الفلسطينيين خاصة بقطاع غزة، ولكن كمان إلى غاية لبنانية بالدرجة عندنا أرض محتلة غير الأرض المحتلة. مين قال أنه الإسرائيليين من اليوم الأول مش حاطين بحسبانهم حرب على لبنان؟ أنا حاطي شاهدا على هذا الأمر. الشاهد الأول وما توردته الصحف الأمريكية من اتصالات بين نتنياهو وبين بايدن، أنه بايدن منع قال له ما تعمل الضربة الأولى، ما تعمل كذا ما تعمل كذا، واللي تصريحات القادة الإسرائيليين من عسكريين وأمنيين وسياسيين كلها بتصب بهذا الاتجاه منذ 7 تشرين. الأمر الثاني اللي هو الأهم، طب الجيش الإسرائيلي عنده 173 ألف جندي بالقوى العاملة، غزة بعتقد كل القوات اللي زجوا فيها رجعوا اضطروا يصيروا يخففوا من القوات لأنه صار في خسائر من تكديس القوات. صحيح. حتى بتكديس القوات لم تصل القوات اللي عم تشارك بمعركة غزة لأكثر من 30 ألف جندي. طيب لماذا استدعى الاحتياط ولمواجهة من؟
هو منذ الأسبوع الأول كان قادة يعني إسرائيل يريدون حرب على لبنان، وشفنا كيف حتى استطلاعات الرأي سعادتك تريد حربا مع لبنان. انطلاقا من هيدا الكلام، عذرا قطعتك يمكن، ولكن من اليمن يقولون مساندة خلينا لأنه هذا موضوع إشكال، يعني في بعض الفئات اللبنانية أنه نحن أوكي يا أخي نساند غزة سياسيا، ما في لبناني عبول أنا ضد مع إسرائيل، وهذا أمر جيد جدا، بس في ناس بيقولك يا أخي نحن شو قلنا علاقة بهذه الحرب؟ طب هذا عالم عربي طويل عريض، هذا عالم إسلامي ممتد من المحيط إلى المحيط، ليش بده نحن نتحمل هذا العبء؟ الرد بيكون أنه الوقت اللي استدعى الإسرائيلي بباله إذا توسعت الجبهات، الجبهة اللبنانية لها حصة الأسد طبعا، وصول لأكثر من نصف مليون جندي ما كانت الغاية منه غزة. غزة ما بدها هالقد، أكيد في 25-30 ألف مضطرين إنه يحطوهم كمان بالضفة الغربية، صحيح ما في حرب بالضفة الغربية، ولكن في حالة انتفاضة ما بين سلمية ومسلحة أحيانا عم بتكون موجودة. نعم. فهذا بيثبت إنه ما فعلته المقاومة، لنختم نقول إنه ما فعلته المقاومة منذ اليوم الأول هو إجراء وقائي دفاعي يمنع الحرب الإسرائيلية ولا يستدرج الحرب الإسرائيلية. من كلامك طبعا السؤال الأول، يعني حتى عندما سندت المقاومة في العراق تحت هذا المسمى الفصائل قالت من أجل غزة، من اليمن من جماعة أنصار الله من الحوثيين من أجل غزة، بلبنان كرمال غزة وكرمال أيضا عندنا أراضي محتلة وكرمال عم نعمل استراتيجية دفاعية بهذه الدفاع عن أنفسنا عن أنفسنا في لبنان. السؤال، هل يمكن إيقاف أو الوصول إلى اتفاق مع لبنان بمعزل عن إيقاف الحرب في غزة؟ هذا نص السؤال الأول، هذا من جواب الرئيس نبيه بري إلى هوكستين. والأمر الآخر، لماذا يحرص الأمريكي والإسرائيلي على فصل هذه الجبهات عن بعض البعض؟ يعني تركونا بغزة ومنجم من رسم الحدود مع لبنان. الأمريكي له حسابات والإسرائيلي له حسابات مختلفة شوي، مش على ذات السياق بهذا الموضوع. الأمريكي يمكن قلت على شاشتكم الكريم وعلى شاشات تانية، من اليوم الأول الأمريكي لا يريد توسعة الحرب، مش رأفة بشعوب المنطقة. الأمريكي يعني هو إذا بدك اليوم هيدا الإمبراطورية اللي صار عمرها بحدود 150-200 سنة بموقع الإمبراطورية، قبل كانت عم تتشكل الوقت اللي كانوا عم يعملوا إبادات للهنود الحمر ليحلوا مكانهم مجموعة من شزاز الأفاق الآتين من كل من مجرمي الأرض لتجمعوا بالولايات المتحدة. فهيدا الإمبراطورية اللي برز نجمة بقوة بعد الحرب العالمية الأولى وبلشت شيئا فشيئا بعد الحرب العالمية الثانية كمان وصلت أن ورثت كل استعمارات من الاستعمار البريطاني للفرنسي للبرتغالي للإسباني، ورثت كل نفوذ هذه الاستعمارات اللي قامت خلال 300-400 سنة يعني. فإجوا الأمريكان صاروا هني في موقع الريادي بهذا الموضوع. الأمريكي ما بده حرب كان بهذه المرحلة بالشرق الأوسط، لأنه كنا منعرف أنه في حرب مندلعة بالمسرح الأوكراني. هذه الحرب الأمريكي بيعرف أنه من ينتصر فيها سوف يكون له اليد العليا في رسم معالم النظام العالم الجديد. هنيك معركته الحقيقية، هنيك معركته الحقيقية ببحر الصين. صحيح. وعقيدة أوباما اللي أقرت سنة 2012 إلى الباسيفيك دور آنذاك، واللي طلب أنه الأمريكان يحشدوا ما يقارب 60% من قدراتهم البحرية والقتالية في بحر الباسيفيك في محيط الباسيفيك. فإجت الحرب هون كانت بإشكالية الأمريكي، لا بيقدر يترك حليفه الأول بل ربيبه يعني الإسرائيلي، لأنه الإسرائيلي ب27 يعني تلقى صدمة مرعبة بالنسبة له، شاف أنه الجيش الإسرائيلي لساعات طويلة كان خارج عن السماء، وكان ارتباك على كل المستويات القيادية السياسية وعسكرية وأمنية، وكان عدم وضوح رؤية، وكان 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 وكان، فاعتبر أنه هذا حدث مخيف ممكن أن يقلب موازين قوة فيما بعد يبنى عليه. اضطر الأمريكي يجي مباشرة يدير المعركة،
واضطر انه يفتح جسران، واحد جوي واحد بحري. لحد قبل اسبوع في 300 طائرة هيركليس عملاقة وفي 35 باخرة عملاقة، بس وظيفتها انه تنقل الذخائر والمعدات وافضل الاكثر تطورا بالتكنولوجيا الامريكية. فالامريكي ما كانش بده حرب بس صار ملزم، لانه كمان هو صار ضد توسعة الحرب. طب اذا الحرب بغزة فرضت، فهو بده يصفي غزة مع الاسرائيلي. طبعا عطى الضوء الاخضر للاسرائيلي انه غزة مباحة، وشفنا المجازر وشفنا الابادات وشفنا وشفنا، اللي للاسف حركت ضمائر كتير في العالم، وهذا امر رائع، عمل التحولات الكبرى اللي انتجت طوفان الاقصى، ولكنها لم تحرك بعض حكام العرب للاسف الشديد، ما حركت ضمائر. المهم احنا بهذا الامر اللي بيهمنا، الاسرائيلي اجت الفرصة التاريخية بعد ما رجع بعد فقدان التوازن لحوالي 36 ساعة، رجع تماسك بفضل المساعدات الأمريكية وبفضل الزيارات بايدن، يعني انه لو ما في اسرائيل بدنا نعمل اسرائيل، وهذا صار بده يعمل صهيوني، وهذا صار بده يعمل يهودي، يعني صار في تهافت من القيادات الأمريكية، وطبعا تبع تهافت بايخ من القيادات الأوروبية باتجاه الكيان الإسرائيلي، لانه للأسف اوروبا اليوم لا تملك شخصية خاصة، أوروبا هي مجرد دول ملحقة بالولايات المتحدة الأمريكية. فتوسعة الحرب معناها بدها بعده عن الميدان الأوكراني أكثر، هي غزة بعادته. كل ما بتوسع الحرب مضطر أنه يفرز لها إمكانيات أكبر. وبدأ الحديث عن تخفيض المساعدات لأوكرانيا، وفي مشاكل حتى من حتى بالذخائر حتى بغيرها، لأنه لا. اليوم كل اللي بينتجوا الناتو كان قبل حرب غزة، الحرب على غزة، كل اللي بينتجوا الناتو بما فيه الولايات المتحدة من ذخائر من قذائف من بعض الأسلحة المتطورة كانت عم تتحول إلى أوكرانيا. هذا الأمر تقريبا ما موقف ولكن انخفض كثيرا. فالأمريكي مزعوج، حتى باليمن انت شوف بياناته، مش بدر وضرب، فطبعا حنوصل لليمن، بس أقول لك شوف بياناته، يعني فيها شيء من الحياة انه لا انا ما بدي حرب، ايه ضربات موضوعية رسالة، انا بدي القصة عند هذا الموضوع، عند هذا الحد. فكان بده يعزل غزة، لانه لو ينجح بعزل غزة اكيد مع تقديرنا للصمود والبطولة الاسطورية اللي عم يبديها المقاتلين واللي ابداها الشعب بغزة كمان، اهل غزة اللي ولا واحد منهم رفع علم احمر علم ابيض، ولا واحد منهم يعني ناشد انه يا عمي احنا بدنا نسلم، ما في يعني هذا هالبطولة ما كانت كمان تقدر تتجسد بهذا الشكل لو ما بادر قوى المقاومة على امتداد الوطن العربي من حمل اللي بيحملوا سلاح ومن المؤيدين للمقاومة واللي موجودين بكل الدول العربية من الشعوب العربية. هذا الضغط اللي قدر واللي أثر واللي ساعد بأنه غزة تكون غزة هي مثل ما بيقولوا يعني هذه القلعة الصغيرة، ولكنها قلعة حديدية. نعم. حتى الآن الإسرائيلي لا يدري ماذا يفعل، لا يدري ماذا يفعل، والمشكلة الأكبر أنه لا يمكن إنهاء جبهة كما ذكرنا بمعزل عن هذه محسوم عن هذه الجبهات. خلينا شوي فقط، حتى هوكشتاين بتصريح من بدي أسألك عن هذا الموضوع، عن هذا الموضوع ماذا كان رد الرئيس نبيه بري على أكيد هذا كلام الرئيس بري. نعم. سمع منه كلام. نعم. واضح أنه لا شك نحن الغاية اللبنانية اللي حددناها هي موجودة، ولكن في غاية كمان في حرب إبادية تخاض على غزة، قرارها أمريكي، قرار إشعالها أمريكي، وقرار إيقافها أمريكي. نعم. فهي مهمتكم. نعم. ما تطالبونا، ما ممكن الرئيس بري والسيد حسن على ذات السياق إذا بدك تصرف كلامهم بكلمتين. نعم. أنه الحكي الجدي بأي أمر آخر يخص الوضع بينه وبين العدو الإسرائيلي، مع أنه كمان في سابتة قدم الرئيس بري بالحديث بقت اللي إجا بده يحكي عن البر، قال له نحن عنا خط 1923، هذا الخط صنعه الاستعمار اللي أنتوا وردتوه. نعم. الاستعمار فرنسي إنجليزي، نحن كلبناني ملتزمون بهذا الخط. نحن لا جايين نرسم ولا في ضرورة لنرسم مدام. نعم. في حدود ومرسومة.
ليش بدنا نرسم؟ والامر الثاني اللي اكد عليه ما في نقاش خارج مزارع شبرا، وما في نقاش خارج لبنانيه مزارع شبرا، وما في نقاش خارج تحرير مزارع شبرا وعودتها الى حضن الوطن. وقبل اي نقاش ايقاف الحرب على غزه طبعا. هذا واضح جدا، كل هيدا الحكي نعم. لا يمكن ان يتبلور ويتسيل نعم. الا بعد الوقف الحرب. هناك نقطة أثارت ساعتك بدي أسألك عنها قبل ما نطلع من لبنان نروح لغزة ونحكي عن أيضا عن عسكرة البحر الأحمر وما يحصل هناك. ببداية بجوابك الأول كنت عم بتجاوبني وتقول إنه كلنا في لبنان أكيد ضد إسرائيل مع فلسطين ومع غزة، ولكن البعض يقول خلونا نتضامن سياسيا وإنسانيا. وفصلت كل الأدلة كانت تقول أنه في بعد غزة لبنان، يعني الإسرائيلي هو اللي بيقرر الحرب والسلم وليس نحن في لبنان. ألا يرى البعض أو لماذا لا يرى البعض هذا الخطر الإسرائيلي الدائم ويقولون نحن بإمكاننا مواجهة إسرائيل بالقوانين الدولية بالسياسة بالدبلوماسية وأن نمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان؟ لحسابات بلاش نفوت فيها غميقة وعميقة وقديمة. لا خلينا وقديمة على السطح، خلينا وقديمة الزمن يعني. أيه؟ في قوى سياسية في لبنان، بتلاقي دور لبنان مختلف، وظيفة لبنان مختلفة، موقع لبنان مختلف، تصنيف الأعداء، درجة التصنيف بدك تشوف يعني. درجة التصنيف للعدوات والصداقات مختلفة. كل هذه العوامل بتخلي انه بس انا مرقت عليها لأقول انه كل اللبنانيين اليوم اذا بدك في تضامن سياسي وتضامن إنساني مع غزة. أقل بما هو معلن. إذا في حدا مش معلن مش تاني يدا. حتى المواقف هلا بس هادئة. تجي الأمور على المكان الفعلي إنه تبدأ التضامن، كيف اليوم نقدر نصرفه دعما لغزة وخاصة لبنان. لبنان إسرائيل بتنظر إلى لبنان إنه هذا البلد الصغير بكل انقساماته ألحق فيها مش عار واحد، عارين. أول مرة وقت اللي فرض عليها بالألفان أن تنسحب بفعل المقاومة المسلحة من الجزء الأغلب من الأراضي 2006. وبال2006 هذا البلد كمان الصغير مقاومته كسرت شوكة آلة الحرب الإسرائيلية ومنعتها أقل من تحقيق أهدافها، حتى ما نحكي عن هذه. هيدي قبل العملية، قبل 7 أكتوبر، لأنه هلأ الردود أيضا كمان تضاف. إذا رصدنا أستاذ نعم. عباس من انتهاء القتال بال2006 أو توقف الأعمال القتالية بال2006 إلى 7 تشرين 2023، أنا أعتقد أنه في آلاف التصريحات وآلاف المواقف اللي الإسرائيليين بيهددوا فيها لبنان، واللي بيقولوا نحن درسنا استخلصنا العبر وأخذنا الدروس اللازمة من تلك الحرب، وأي حرب قادمة سوف ننتصر فيها، ونحن نهيئ جيشنا للحرب من جديد، ونحن 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 ونحن, ونحن. طيب في حدا معلن آلاف مؤلفة. هذا العدو ذاته من 2006 مع توقف القتالية، توقف الأعمال القتالية إلى 7 تشرين، خلينا نخضم حتى 7 تشرين، هناك آلاف الانتهاكات. الأمم المتحدة القوات اليونيفيل عفوا مسجلة أكثر من 20,000 خرق. طب هيدا ما بمس بسيادتنا؟ نحن مش بلد بعيد، نحن مش المغرب، مش الجزائر، مش تونس، على الحدود. نحن على الحدود ونحن في حالة حرب مع إسرائيل. والردود على لا طبعنا نعم. ولا استسلمنا. والردود ساعاتك على هذا الموضوع يأتي من الإعلام العبري، يعني كتبت صحيفة يلعوت أحرنوت بالأمس كتبت شغلتين في يعني يطالبون. أنتم قلتم إننا سنعيد لبنان إلى العصر الحجري بعد ما المقاومة استهدفت كريات شمونة وانقطعت الكهرب، يبدو أنهم هم أعادونا إلى العصر الحجري. وأيضا الخلافات باجتماعات الكابينت، يعني وصل الأمر أنه في الوزيرة قالت لهم أنه أنا حطلع البشار وأتفرج على المسرحية. يعني هم لا يثقون بهذه القيادة لتحقيق أي إنجاز، ولكن يريدون حرب من أجل استعادة هيبة إسرائيل. كيف تتابع الصحافة العبرية؟ لا طبعا يعني، واللي أهم من هذه اللي قالوا كريات شمونة، اللي قال كريات شمونة اللي قال كمان كنت عارف فيهم، قالوا إن أساس نحن بدنا فعلا هلأ توفرت المنطقة الأمنية الفاصلة العازلة، ولكن من جهاتنا مش من جهات لبنان. لا ما قبل يعني حتى هذا الكلام يمكن قد يكون يحمل شيء هيك من التفكه، نعم، ولكن بيعبر عن تغير بالعقل الإسرائيلي. هي إسرائيل
هذا هو الجيش الإسرائيلي، هذا هو اللي هزم 4 جيوش عربية واحتل ما يقارب 70,000 كيلومتر عام 67. وهذا الخوف الكبير، هذا هو الجيش اللي طوق الجيش الثاني المصري، هذا هو الجيش اللي عطى بعض الزعماء العرب اللي قالوا نحن ما فينا، العين ما بتقاوم المخرز، وكرمال هيك ما بدهم توسع الحرب لأنه يهزم هكذا جيش. الأمريكي قلت لك في سبب أوكرانيا ما بده يوسع الحرب، وما بده على لبنان تحديدا ما بده يوسع الحرب لأنه لا يضمن أن ينتصر الجيش الإسرائيلي في الحرب القادمة، ممكن يدمر. الشيء اللي عم يهددونا فيه إنه إيه، هن عندهم مئات الطائرات الحربية من أحدث الأنواع في العالم، إنه بيدمروا. إيه أوكي، طبعا هن حيدمروا كمان، هن بيعرفوا تماما، وهن بيعرفوا إنه في طائرات بس تتقلع من المطارات يمكن ترجع تقلش المطارات، وهن بيعرفوا إنه البتروكيماويات هي هدف، وهن بيعرفوا إنه دومونا هدف، يعني عارفين كل شيء، وهن عارفين إنه يتعاملوا مع مقاومة تملك كامل الإرادة السياسية، يعني الإرادة، وتملك كامل الوعي والتقدير، وممكن أن تذهب في الصراع للنهاية. حتى التحذيرات، ما في أنصاف الحلول، ما في أنصاف حروب. حتى التحذيرات يعني بالصحافة الأمريكية، يعني توماس فريدمان كتب أنه هذا ليس حبا بالفلسطينيين، طبعا هم خائفين على بقاء هذا الكيان وهذه الدولة ما بين قوسين. ساعتك من هون إلى الجبهة اللبنانية هم قادرين أو قادرون على التدمير، كيف تبعت استراتيجية الرد من المقاومة بلبنان؟ الصواريخ المستخدمة، المراكز المستهدفة، قبل ما نروح للفاصل. يعني أولا يعني فيك تقول أنت خلال 100 يوم المقاومة من اليوم الأول، قبل 100 يوم ما بعتقد في أي هدف عسكري إن كان أساسي أو سنوي إلا وتعرض مرارا للضربات، وكان كمان على قاعدة بلدة مقابل مستوطنة ومواطن مقابل مستوطن. كمان وقت اللي كان عم يستهدفوا المدنيين الإسرائيليين كانت المقاومة عم بترد باستهداف المستوطنين، وإن كانوا هول المستوطنين صار أغلبهم بإيلات يعني موجودين. فالمقاومة برهنت كمان خلال هالمئة يوم، حتى نكون واقعيين وعم نحكي بهدوء هلا، إنه يعني وزنت بين ظروف الوضع اللبناني بكل تعقيداته، من عدم الانتظام السياسي للوضع الاقتصادي للوضع المالي للوضع النقدي للوضع العام بالبلد كله، اخذته بعين الاعتبار باتخاذ هذا القرار. قدرت هذه الجبهة من خلال المساندة الفعالة ومن المشاغلة الفعالة ان تجذب 40-45% من الجيش الإسرائيلي باتجاه هذه الجبهة، مدى تخفيف ضغط عن الأخوة الفلسطينيين. وقدرت هذه الجبهة اللي عم يخفوا خسائرها الإسرائيليين وعم يسربوها المستشفيات، خاصة بما يعني الجرحى، لأنه كل القتيل ما يخدوه على المستشفى، ما بعرف عنده مستشفيات ميدانية بيقدروا يحتفظوا فيه، إنما الجريح خاصة هن عم ينقلوا الجرحى اللي بيوصلوا على المستشفى لحالات لا من متوسط، يعني صحيح، لأنه طالع الحالات العادية تعالج في الميدان، في المستشفيات الميدانية كله عنده مستشفيات ميدانية. فاليوم يعني بتقلك بتسمع من بيانات المستشفيات في 50-60 إصابة، صحيح، ما بين غزة ولبنان. يعني أول مبارح، أول مبارح مبارح قالوا عن أول مبارح كان عنده 42 جريح حسب الزعم الإسرائيلي، وكل الصحف الإسرائيلية عم بتقولوا إنه هاي أرقام غير صحيحة إطلاقا، هي أكثر خاصة بالجرحى. يمكن بالقتلى عليها نقاش، إنه ما بعرف قد بيقدروا يخبوا قديش بيقدروا يقللوا، لكن بالجرحى فيك تخبي قد ما بدك، صحيح، بالجرحى بقولوا انه الصحافة العبرية هذه الارقام في اضعاف اضعاف اضعافها. طب انا بقرا بيانات متناقضة صادرة عن الجيش الاسرائيلي، يوم بيقول لك نحن كل جرحانا صاروا بحدود 2400-500، بعد شوي بتقول هذه المعركة حتى الان في 3000 معوق. طب كيف انت عندك بس هول الاصابات وفي 3000 معوق؟ اذا في 3000 معوق لازم هذا الرقم بالحد الأدنى أنت تضربه بخمسة بستة بسبعة، ففي كتير إصابات بجيش إسرائيلي. نعم. إلى حد أنه نحن كنا بنعرف أنه في ألوية سحبت، وألوية نخبة سحب أولا جولاني ورجعوا صحبوا جعفعاتي، وهو من أهم الألوية بجيش الإسرائيلي. فليه؟ نتيجة أنه في كتائب اللي مفترض أنه يكون عديد هذه الكتيبة افتراض 500 مقاتل صارت 200. طب 300 وينهم؟ 300 بين قتلى وبين جرحى،
صحيح. وبين الناس عندهم حالات نفسيه كمان لاعاده ترتيبهم. فهذا هذا يعني الدعم اللي تقدم من لبنان هو الدعم المركزي. نعم. مع احترامي لكل الجهد اللي بينعمل من بعض الفصائل العراقيه واللي هي باب ارباك الامريكي وليس الاسرائيلي، وجهد اخر طبعا اليمن له وضع اخر نحكي بعد شوي بالجو استراتيجيا صار اليمن. صحيح. ما له علاقة مباشرة، اليمن يبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن فلسطين المحتلة، فالحكي مختلف بصير. جبهة بس لبنان أقل هي بالجبهات المحيطة بفلسطين. نعم. أو الظهير، العراق ظهير لما سمي يوما بدول الطوق بثلاث أرباع، صار ما بعد شوي في موقع المتحالف مع إسرائيل، يعني مش نعم. بس مطبع للأسف الشديد. طبعا هذا الجبهة عملت إرباك شديد، لذلك اليوم كل إذا بترصد التصريحات الإسرائيلية والأمريكية أكثر من 50% مش عن غزة. نعم. بدي كمان أسألك سؤال قبل ما والأهم فضل. أحد الصحف وقالت عن تقدير أحد جنرالات الإسرائيليين أنه ما نشهده في غزة إذا فتحت حرب لبنان سوف تكون حرب غزة بمثابة مخيم صيفي. نعم. بدي أسألك سؤال قبل ما نروح لفاصل ساعتك. البعض قال وكنت أقرأ أيضا مقالات مترجمة أنه حتى في هذه المعركة حزب الله يتصرف أو المقاومة من لبنان تتصرف بشكل مختلف، أيضا توجه رسالة إلى كل العالم أنه نحن مقاومة ندافع عن الأرض، نحن لا نتصرف بردة الفعل ولا نضرب يعني هيك أي شيء مثل ما يفعل إسرائيل، نحن جاهزون ندافع عن أرضنا ونحن قوة بإمكاننا وقت السلم تكون مشاركة في الحياة ووقت الدفاع عن الوطن. بدي قراءتك لهذا التكتيك السياسي كمان. لا، الموقف السياسي موقف واضح. قلت انا يعني صاحب القرار بتقدير الموقف عاده لابد ان ياخذ كل المعطيات اللي موجوده في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب المالي، في الجانب الحربي، في الجانب التسليحي، في الجانب التسخيري، الجبهات المحيطه، الجبهات الصديقه، جبهات العدو، كل بده ياخذه بعين الاعتبار. وأكيد هذا الأمر مؤخذ في عين الاعتبار أكيد بالقيادة السياسية لليوم بمثلها الرئيس بري والسيد حسن، سمحة السيد حسن نصر الله، أو كان بالقيادة بالقيادة الميدانية بالميدان. قيادة المقاومة بالميدان اللي هي قيادة كمان رشيدي، يعني المقاومة من اليوم الأول سعت أنه تبعد الكرة عن نيران الحرب قدر الإمكان، وكانت يعني بادرت انه اغلب ضرباتها تكون من بالخراجات الكره او من بعد شوي من السياج الحدودي مباشره، وهذا كلفها خسائر، وهذا عمل حملها كلفه وتحملتها لانه يعني الاسرائيلي بده سبب مثل بده زريعه. فنحن حريصين يعني انه ما يكون ما تتعرض الكره اللبنانيه لتدمير، وما يتعرض المواطنين اللبنانيين كمان حتى تضل إلى حد ما يعني قدرة الصمود والبقاء في هذه القرى قائمة. نعم. بعد إداد الاستراتيجية نجحت. الاستراتيجية الثانية أنه وقت كمان بالجانب العسكري يعني وقت اللي بيستهدفوا قاعدة ميرون. نعم. ميرون على الجبل الأعلى نقطة. أعلى نقطة هي الجبل بالشمال، هي القاعدة الأهم. هو بمنطقة صفد. نعم. هذا أعلى نقطة في فلسطين المحتلة بحدود بالألفين وأربعة كيلومتر. والإسرائيليين هلا عم بيقولوا إنه قديش صار في ضرر بالتجهيزات، خاصة تجهيزات النظام القيادي والسيطرة الجوية. وكمان وقت اللي استهدفوا مركز القيادة العسكرية الشمالية، وهذا الاستهداف كان على بعد 8 كيلومتر في 11 كيلومتر، فكانت المقاومة في ببعض الأحيان هي تبادر ترسم، وبعض الأحيان كان ما فيها تسكت عن أفعال إسرائيلي كانت عم بتكون بموقع رد الفعل. وقت اللي عم بيكون رد فعل عم بيكون كمان مدروس كتير وعم بيكون مؤذي كتير. كمان بالحرب الشاملة على فكرة المقاومة بتركيبتها العسكرية هذا النوع من الحروب بيتعبها، يعني مش معتادة على هذا النوع. تعرف بمعزل عن الموضوع، هذا موضوع سياسي كبير، إذا توسعت الحرب وتجرأ الإسرائيلي المقاومة بصير حركتها أريح عند سرعة قدرة. هذا ما قاله السيد نصر الله في خطابه على الأخير. واضح واضح. نعم. عنده قدرة على المرونة، عنده قدرة، لأنه المقاومة بلبنان عندها تجربتين كبار، تجربة القتال بوجه العدو الإسرائيلي واكتسبت فيه بمهارة عالية 2006 إنها تعمل شيء من التكتيك الهجين، مبان حرب العصابات
وهذا الغالب بالمقاومة، وفي بعض الأحيان الثبات في الموقع، لأن حرب الحصابات تتنافى مع موضوع التمسك بالجغرافيا. قدرت تعمل تكتيك جديد. الأمر الثاني اللي اكتسبته المقاومة، الحرب على الجماعات الإرهابية في أبو مواجهة الجماعات الإرهابية في سوريا، هذه المقاومة اكتسبت كثير من الخبرات اللي إلى طابع شيء من الكلاسيك، إنه بتقدر تقاتل بوحدات كبيرة وتواجه جيش نظامي اللي موجود هلأ بالجبهة الجنوب. هول النمطان ما يعني مش الميدان غير مناسب لاستخدامه. نعم. لذلك عم بتعمل إذا بدك نمط جديد. نعم. ولذلك عم نشوف نحن كيف كل بعد ضربة إذا تلقت المقاومة ضربة كيف بتغير بالتكتيكات تاعيتها. صحيح. وهذا يدل قداش في إبداع بالتفكير العسكري، وهذا أكيد كله حرب غزة، الحرب الصمود اللي بغزة، طريقة القتال اللي قتلت فيها القسام واللي قتلت فيها السرايا واللي قتلت فيها دليل على هذا الموضوع، والفصائل واللي قتلت فيها المقاومة بلبنان بكل تنويعاتها في هذه الحرب، هذه سوف تكون موضع بحث وتمحيص ودراسي فيما بعد، لأنه تستحق هذه التجربة أنه تطلع منها بخلاصة. بيعملوا فينوغراد جديد كمان الإسرائيليين. بدي روح لفاصل، بعد الفاصل نتحدث عن الحرب على غزة 100 يوم ونروح لعسكرة البحر الأحمر وتأثير هذه الجبهات. إذن فاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم. عودة لمتابعة السياسة اليوم، مرة جديدة بدي رحب بضيفي عضو قطة التنمية والتحرير سعادة أنا محمد خواجة، أهلا وسهلا فيك مجددا. إلى الحرب 100 يوم على غزة أو على فلسطين، لأنه يحاول إسرائيل جعلها فقط على غزة وعلى حماس، لا هي على فلسطين وعلى الأمن القومي لكل الدول العربية والإسلامية طبعا، كما قال الرئيس نبيه بري في الفترة الأخيرة. ما هي الإنجازات التي حققها الإسرائيلي وماذا يمكن أن يفعل بعد، ولماذا الضوء الأخضر مازال مستمرا سعادتك؟ أنا بعتقد أنه الإنجاز الوحيد اللي فيه بها في الإسرائيلي انه حتى اليوم يمكن في بحدود 100,000 شهيد وجريح بصفوف الاخوة الفلسطينيين بغزة. والانجاز كمان عنده انجاز تاني ممكن يتباهى فيه، انه اكتر من 60-70% من البنية التحتية من المباني تقريبا صار مدمرها او بطلت صالحة للسكن. نعم. عم بيستخدم انه يعمل حالة ابادة، يعني يتباهى بالابادة بقتل الاطفال والنساء، ابادة الاطفال والنساء والشجر والحجر. مه. بهذا المجال حقق إنجاز كبير. نعم. أما إذا رحنا على الجانب الميداني، يعني مثلا بلدي مثل بيت لهيا أو بيت حانون، هو دخلهم باليوم الثالث بالمعركة البرية الإسرائيلية. امبارح الرشقة اللي راحت باتجاه مستوطنات غزة، هذه الرشقة ظهرت من محيط بيت حانون. هي. مش واحد قواص، رشق صواريخ. يعني أنت لم تسيطر، هذا كذب، وهذا بالصحافة العبرية. دخل بعض المناطق في الشمال، أكيد ما نسر هذا الأمر، ولكنه بعد حتى الآن ما بيزعم ولا بمكان أنه هو سيطر. حتى الأماكن اللي مسيطر عليها عم تتعرض لضربات ليلية بشكل دائم. فبالميدان الإنجازات الإسرائيلية إنجازات هزيلة بكل معنى الكلمة، رغم أنه بس تعرف المشاهد الكريم عن شو عم نحكي، غزة هذا القطاع الصغير اللي هو أصغر من أي قضاء في لبنان، من مساحة أي قضاء في لبنان، حتى الآن صار إذا بتجمع كمية المتفجرات اللي سقطت على أهالي غزة وعلى غزة بتعادل لا يقل عن 4 قنابل نووية من طراز هيروشيما. طب ماذا بعد؟ عبين حكى عن بين 70-75 طن متفجرات سقط على كل كيلومتر مربع من مساحة غزة. طب شو ممكن يستخدموا أكتر من اللي استخدموه؟ لذلك الأمريكان اجوا ليهم مش من هلا، بسمعوه من حوالي شهر، نقلوا على المرحلة الثالثة. نقوله على المرحلة الثالثة، هذا لا يعني أنه أنجزت المرحلة الأولى والثانية. نقوله على المرحلة الثالثة لأنه لم يعد حتى الأمريكي، يعني نيويورك تايمز عنونت من حوالي شهر كمان أنه أمريكا سقطت أخلاقيا وقت اللي عم بتغطي جرائم إبادة بشرية، وأنه هذه لا يمكن السكوت عنها، وهذه حركت حتى بالرأي العام الأمريكي. يعني هذا الرأي العام الأمريكي بيكفيك أنه
انه الجامعات الرئيسية في امريكا في مظاهرات في قلبها. واضطروا انه الطلاب اللي يفرضوا على ثلاث حتى الطلاب الاسرائيليين يشعرون بانه منبوذين ببعض الجامعات الوقت اللي كانوا بعد شوي هن المختارين. نعم. فهذا الموضوع يعني الانجاز كانجازات ما في انجازات، لذلك عم تشوف في ارتباك، هو الارتباك الاكبر ما حدا عم بيقدر يقول عند الاسرائيليين للامريكان او ما يسمى بالشعب الاسرائيلي انه متى تنتهي الحرب. ما في. طب دخلنا قطعنا العشر الاول من الشهر الرابع والحرب دائما، واذا لاحظت بالفتره الاخيره بحوالي سنة اسبوعين في مراوحه بالمكان، حتى بالاول كانوا يقولوا فتنا على الحي الفلاني، ما في تقدم. ما طب وبعدين شو بدهم يعملوا؟ طب مزيد من القتل، اوكي هذا مكلف على الشعب الفلسطيني ومؤلم، بس اخر شيء هذا شعب الجبارين، هذا يفكر انه من الهين انه نخ، وخاصه انه في قوى حيه في لبنان، سوريا، بالعراق، باليمن، بايران، وبدول كتير كمان عربية وإسلامية وعالمية. اليوم إذا بدك رجعت القضية الفلسطينية تتوهج بنظر هول الناس، ولأول مرة إسرائيل تساق إلى محكمة دولية جنائية، بمعزل شو بيطلع حكم ولا ما بيطلع حكم. نعم. مجرد سوقة إذا أخذوا والدعوة من جنوب أفريقيا، وشفنا نحن هذا الادعاء أصحاب الدعوة، تحية وألف تحية للشعب وللحكومة جنوب أفريقيا على هالموقف هذا وكيفية تظهير الوقائع والحقائق. نعم. وأنا تسنى لي أن أقرأ التقرير قبل شي ثلاثة أيام، ترجمه موقع عماني كان، هو 84 صفحة، يعني ما تاركين شغلي إلا وهي بهذا التقرير مثبتة وبالوقائع أنه بيوم كذا صار هيك 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 كذا صار هيك هيك. واتهام اسرائيل بارتكاب حرب اباده. لانه اسرائيل موقعه على هذه، يعني من ضمن عضو بالمحكمه. ولكن هي ايضا في اتفاقيات دوليه لا توقع عليها اسرائيل. لا هن عضو بالمحكمه. نعم. هن عضو بالمحكمه عشان هيك بيقدروا يحاكموها. فاليوم الـ 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 الاسرائيلي هو ما عم بيقدر يوقف يقول احنا انجزنا. نعم. طب الاسرائيلي خلينا نرجع لاول يوم شو قال؟ قال في أمرين، القضاء على حركة حماس، طبعا هو بس عم يقول قضاء على حركة حماس يعني القضاء على حركة المقاومة بكل فصائلها. نعم. بس لأنه اليوم حماس هي الفصيل الأكبر والأقوى في غزة، قال حماس. طيب والأمر الثاني تحرير الأسرى. طب هل تم القضاء على فصائل على حماس وفصائل المقاومة؟ لا. ولم يقتل لا السنوار ولا الضيف. طيب وقدروا يحرروا أسير واحد بس يقولوا نحن عملنا عملية وحررنا. لا قتلوا. عملوا مجموعة من العمليات. يا قتلوا اللي جايين بدون يحرروا، يا قتلوا الأسرى اللي موجودين. نعم. فاليوم الشعارين والعنوانين للمعركة، ما كل معركة الأهداف. الهدفين اللي أعلنوا عنه الإسرائيليين ما تحققوا. لم يتحققوا بالكامل. فينا نقول لم يتحققوا بالكامل. في ارتباك كبير بالمشهد بالإسرائيلي. بدون يكفوا إيه بدون يكفوا. نتنياهو بيعرف انه نهاية الحرب تعني نهاية مستقبله السياسي، هذا اذا اكتفينا بالنهاية، اذا لم يطلب الى مساءلة وفيما بعد الى محاكمة. وبالزمن الاسرائيليين وهذا يعني اذا بدك تحسب لهم وقت اللي وقفوا اولمرت الى السجن تحسب لهم تعنون الصحف العبرية الى السجن نتنياهو بعد الحرب الى السجن، نجي على الجنرالات بكل صنوفه نني عم بيقولوا انه نحن مستعدون للمسؤول أمام المحاكمة. وعم يعترفوا بالإخفاق. عارفين إنه في إخفاق 27 وموعد 27. كل 27 ما 27 بعده مستمر. طب أمام هذا المشهد، طيب إجا الأمريكي جاب أساطيله، الأوراق الغربي جاب أساطيله. طب أكبر من هذا الحشد الدعم، مثل ما قلنا فتحوا الجسر الجوي. تعرف عن أي جسر جوي؟ نحن حتى الآن عم نحكي عن 4 أضعاف. وصل إلى الكيان الإسرائيلي بيوم 100 يوم 4 أضعاف ما وصل للكيان الإسرائيلي عام 73 وقت اللي شعر الأمريكي أن هناك خطر مع مع عبور الجيش المصري والجيش السوري لكل من قناة السويس والجولان. طبعا السياسيون الإسرائيليون ساعتك يقولون هي
مثل حرب التأسيس، مثل حرب التأسيس. يعني عارفين خطورة ما حصل في 7 أكتوبر. هلأ اللافت أنه بالاستطلاعات الرأي بالداخل الإسرائيلي بالبدايات كان فيك تحكي عن إجماع مطلق، كان أكثر من 95% مع الحرب. من قبل كمان أسبوع انحدرت 61 من تأييد الحرب. ليه؟ مش لأنه الإسرائيليين يعني تغيرت نظرتهم، لا لا، لأنه عارفين ما قادرين يعملوا نتيجة. في أكلاف للحرب، نحن حكينا بالأكلاف البشرية على الفلسطينيين وعلى الإسرائيليين، في الأكلاف الاقتصادية، في أكثر من 60 مليار دولار كلفة الحرب حتى اليوم. نحن بس الاحتياط ده بيضطروا هلأ كمان بلشوا يصرحوا من الاحتياط، لأنه كمان ما فيك أنت تعجز ضد الاحتياط إلى ما إلى أجل غير محدد. بدون مصاريف يوميا كان في 260 مليون دولار، هلا بعد بال 100 مليون دولار اليوم، لانه عم بخففوا كثير، هن عم بخففوا مصاريف وعم بخففوا هذا غير المساعدات اللي عم تجي من الولايات المتحده للذخائر المجانيه والصواريخ المجانيه. حتى الاقتصاد الاسرائيلي واقف، كل شيء واقف بيه، وهذا انعكس. طب اليوم انت عندك منطقه شمال فلسطين تحديدا الساحل منطقه سياحيه بامتياز، منطقه ايلات منطقه سياحيه تجاريه. طب اليوم ايلات جامده، ماتت ايلات لانه كمان تعرضت لمجموعه من الضربات. بمعزل شو عملت هذه الضربات؟ عم نحكي اقتصاديا اثرت تاثير، استثمار جبان عم تهرب. اسرائيل فيها كثير من الشركات الناشئه كمان نفس الشيء، الشركات الناشئه وهذه بدا استقرار كامل لتقدر كمل. وكانت تعتمد على بيع التكنولوجيات يعني، وهلا وين التكنولوجيا اللي ما كشفت والصناعات العسكريه؟ بكره بنتائج الحرب. نعم، الإسرائيلي كان معتبر أنه في إنجازين هو محققهم بعالم الصناعات العسكرية كتير كبار. هذا ما كنت أسأل عنه. أو 3 إنجازات. الإنجاز الأول تغنى فيها بيوم الأيام دبابة المركبة بال2006. الإنجاز الثاني ما يسمى بسترة الريح، هو الواقي من الصواريخ واللي المقاومة نجحت أنه تعمله التكتيك المناسب. الياسين لأنه. لا مش ياسين، يعني المطور يا بالعبوات يا بقذيفتين قذيفتين بفاصل ثواني، لانه بده ساعة ليرجع هذا النظام يشتغل من جديد. ف والامر الاهم القبة الحديدية اللي هن والامريكان مولوها بمليارات الدولارات ما بين ابحاث وبين انتاج وغيره. طب هالقبة الحديدية مش ملاحظين اليوم وكأنه الفضاء الفلسطيني صار فلتان وانه تاثيره ما كان عالي كتير؟ مين بعد بده يشتري هذه الصناعات؟ انا بدي اسال. في اكثر من هيك، في عقود كانت مبرمه نعم الغاها الطرف الاخر بناء على نتائج الحرب. هذا الحرب الا نتائج كتير. انا اعتقد من البكر انه نحكي عن نتائجها بالسياسه. نحن هلا عم نحكي مثل ما بقولوا باول شيء عم نشوف بعدين توقف الحرب بتبين الامور. مين بعد بده يشتري هذه الصناعات العسكرية، حتى التكنولوجيا اللي واقفة هذه الشركات، حتى مين بده يجي على الكيان، المستوطنين كيف بدهم يرجعوا؟ الأهم من كل هذا عباس نظرة هذا المستوطن الإسرائيلي، نظرته لنفسه، نظرته لكيانه، هذا اللي بدي أسأله، نظرته لجيشه. نعم، والأجهزته الأمنية هذه نظرة تغيرت بالكامل. يجي على الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي بكرة باستخلاص العبر. طب وشو بده يعمل مستقبل هذا الجيش أساسا بعقيدته بتأسيسه بتركيبته هو جيش حروب خاطفة. نعم، لا يحتمل حربا طويلة. نعم، 4 أيام بس، من نعرف نشرح الفكرة هون. بدي أسألك لأيام هو لأيام هو بيقدر يخوض حروب لأيام لأسابيع بالحد الأقصى. صحيح، هي الحروب الواسعة. هلا بتقلي بغزة بقول لك لأنه هي حرب محصورة بيقدر يتحملها بها، بس هذا لو عجبهات كبرى بيا بيستخدم سلاح نووي بده يفله، ما في غير ما بعود عندهم خيار تاني صدقني يعني. فالإسرائيلي تركيب جيشه بناء على العقيدة القائمة إنه تركيبة ما بتحتمل حروب طويلة، عقيدته ما هي منحازة لفكرة الحرب السريعة والخاطفة. وأحلى وصف الجيش الإسرائيلي بيوم الأيام كاتب فرنسي اسمه جاك بيونيديه، بيقول الجيش الإسرائيلي جيش طويل الباع، إيده طويل بطال لكنه قصير النفس. طب اليوم مش عم يقدر يقول أنت بيخلص بغزة. هذا الإسرائيلي اليوم إن كان عسكري ولا غير عسكري، وأنا بعتبر كل مستوطن هو عسكري في إسرائيل، رجل ذكر أو أنثى،
مجتمع عسكري. نعم. مجتمع سبارتي. هلا لم يعدش مجتمع سبارتي، مجتمع استهلاكي. هذا بدني اشتيني. في تفكك بنيوي داخل اسرائيل نتيجه ظاهرتين، ظاهره العولمه المتسرعه وظاهره المقاومه اللي عرفت اين كعب اخيل هذا الكيان وكيف تتعامل مع الكعب الاخيل. اليوم هذا المستوطن ما حد عنده سأل طب جيشه اذا بحرب صغيره مربك كل هذا الارباك. طب اليوم العرب عم بيبينوا بكل المناسبات، اقل الشعوب العربيه شعوب معادية كلها للكيان الاسرائيلي وكلها مع فلسطين، الا بقلال حسيلي قلي من الحسيلي هون او هون او هون وما لهمش قيمه يعني. انما اليوم خد شعب مثل الشعب المصري، كل الشعب المصري هو مع فلسطين. وانا متاكد انه كل الجيش المصري مع فلسطين. عرفت شو؟ طبعا اذا صار في حروب كبيره شو بيعملوا؟ انا بدي اسالك سعادتك، هذه الهيبه، هذه الهيبه اللي راحت بعد 7 اكتوبر كمان بلشت قبل 7 اكتوبر اكيد اكيد، ولكن الضربه القاسمه كانت بس بلش يولد عملاق المقاومه في لبنان اللي بلش يطرد القيادة الفلسطيني علي فيصل قال من خلدي، يعني رسم الأمور من خلدي وعدت كل هذه وصلت إلى 7 أكتوبر حتى ما نبين كمان أنه 7 أكتوبر في شيء تغير بالمجرات. نعم. وحدث 7 أكتوبر استمرار فعل في إنجاز كبير في مسيرة إنجازات. نعم. هي حدث كبير. نعم. بأحداث تراكمية. بدي أسألك هون، طالما هذه الهيبة ضربت عن جد، المستوطن ليش بده يجي؟ خيفان يرجع، الاستثمارات توقفت، الثقة بالجيش راحت، الأمن راح، العسكر راح، هذا يعني أن إسرائيل يجب أن تحقق إنجاز، يعني أن تقوم بمجازر، أن تقوم بحرب تدمر فيها. قديش خطورة هذا الأمر على غزة أو فلسطين ولبنان أيضا؟ أنت كيف بدك تعيد هيبة هذا الكيان الحارس في الشرق الأوسط من دون هكذا إنجاز؟ قلت لك في مسافة بين الأمريكا والإسرائيل بما يخص لبنان، ما في مسافة بخصوص غزة. في خلاف تكتيكي بخصوص غزة. الأمريكا عم بيقولوا روحوا على المرحلة الثالثة. شو هي المرحلة الثالثة؟ إنه جمعوا بين ضربات عسكرية جراحية محدودة واختيالات وأعمال أمنية. نعم. هي أشمل من الاختيالات، ممكن تعمل تفجيرات أشمل من الاختيالات. بلبنان لا، ما بده توسعة الحرب. إن السببين شو؟ توسعة الحرب لبنان أول منه ضامن إنه يربح الإسرائيلي فيها. وفعلاً ممكن هذه تكون بداية لنهاية ذاك لو شو ما عمل. ولبنان معركته أقصى وأصعب بكتير مقدرها. الإسرائيلي مقدر إنه هون 10 أضعاف هناك. وهذا أمر طبيعي. قطاع غزة قطاع صغير محاصر، لبنان غير محاصر. وبضل سوريا رغم انها جريحة والحدود، ولكن عندك حدود طويلة معها في الشمال وبالشرق وهذا هتضل مفتوحة. نعم. شو بدي يعمل 3000 عسكر الامريكان بيجوا بيحتلوها؟ مش هيقدروا. وعندك التحريك لبنان يحرك كل المنطقة اكتر. تحريك لبنان قدرات المقاومة البشرية التسليحية النارية قدرة المناورة على المساحة الجغرافية الكبيرة. نعم. هي أضعاف قدرات المقاومة الفلسطينية اللي منوجهة لألف تحية وتحية على صمود الأسطوري. فالإسرائيلي عم بيقراهن منيح حول، الأمريكان بيقراهن أكتر. طب بتقلي مدام عم بيقراهن منيح، مين اليوم اللي بده الحرب؟ اللي بده الحرب على لبنان نتنياهو، لأنه اليوم غزة ما عاد قادر أنه يقول حتى لو دمر غزة لو أبادة ما حيقولوا الإسرائيليين شو هالإنجاز وبأي كلفة. بدون حرب على لبنان بيقول لك انا اذا عملت انجاز في لبنان وهو سيفشل حتما وبجر الولايات المتحده للحرب. نعم. بقدر تحصيل حاصل. الامريكي بلغوا انه هو ما حينجر. نعم. برجع بقول لك الامريكي بده يرجع يركز كل جهده على اوكرانيا. نعم. اليوم اذا انت بتتابع الميدان الاوكراني ما يسمى بالهجوم المضاد اللي صرف عنان ناتو 60 مليار دولار فشل ذريع وانتهى. بل بالعكس اليوم المبادرة استعاد المبادرة الميدانية الروسية، وإن كان بعد هذه الاستعادة حتى الآن لم تحقق إنجازات إلا إنجازات موضوعية. نعم. هل يا ترى هذه الإنجازات الموضوعية هي عبارة عن منصات انطلاقا لوصولا للربيع ممكن تأسس لهجومات كبيرة للسيطرة على عدد من المدن أقل بالمقاطعات الأربع حتى يقول بوتين أنا انتصرت في هذه الحرب؟ ف
أكيد اليوم الأوكراني لم يعد في موقع قادر فيه إنه يقول أنا سوف أستعيد وسوف أهزم. عكس بدأ الحديث عن جلوس إلى طاولة المفاوضات وتغيير النظام. هزيمة روسيا. وإلا شو المفاعيل السلبية على الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة نتائج الحرب في أوكرانيا هي بتجدد شباب الأحادية الأمريكية لعقود قادمة. يا والخطوة الأولى نحو عالم متعدد الأقطاب. متعدد الأقطاب مع الإقرار حتى نكون بالمنطق ما نروحش بالتحليل الشعبوي إنه الكل مقر إنه يا ولايات متحدة نحن في قدراتك العسكرية. وأنت الأقوى. ولكن. بلينا أنت أول بين أوائل. وهذه المشكلة هون إنه لا هني حتى مش قبلانيتهم تانيا مش إنه أولا بس. هي حتى حلفاء تانيا. حتى روسيا والصين يعني كل هذه الملفات حتى في تايوان ما تحرك الولايات المتحدة دعم تايوان وتهديدات الصين يعني هذه كل الملفات يعني هذا الإنجاز الذي قد يسعى الإسرائيلي إلى تحقيقه. وكان للأسف في ملاحظة على الموقف الصيني وعلى الموقف الروسي اللي ما كان حاسم باجتماع الأخير لمجلس الأمن من أجل صار في تهاون الأحمر. نعم صار في تهاون بهذا الأمر وكان ممكن نحط فيتو صحيح وخاصة أنه القرار مقدمته أمريكا يعني مفترض دولة مثل روسيا اليوم أمريكا تجاهرها مش بس العداء أمريكا واضحة بخصوص روسيا خطتها إسقاط بوتين إسقاط سلطته شيطنته وإعادة روسيا إلى مجرد دولة صغيرة من بعد الاتحاد السوفيتي فكت روسيا الثلاث أو أربع جمهوريات صحيح فاليوم أنا تفاجأت أنه ليش الموقف الروسي ما كان حاسم أنا محل الروس لأنه الأمر أمريكاني من دون ما أراه فككت الاتحاد السوفيتي ومنذ عودة بوتين وإعادة روسيا إلى الساحة العالمية يريدون فكفكة يبدو أنه المصالح المصالح الاقتصادية طغت على الموقف السياسي ليس حكسر. لأنه بدنا نروح لفاصل ومن بعده نحكي عن البحر الأحمر وأهمية هذه الممرات على التجارة العالمية وعلى النفط سعادتك إذن فاصل ونعود لمتابعة القسم الأخير من السؤال مجددا أرحب بكم مشاهدينا الكرام عودة لمتابعة السياسة اليوم ومرة جديدة كمان بدي رحب فيك عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب محمد خواجة إلى يعني الجبهة التي كانت استراتيجيا من أهم الجبهات الداعمة لحرب على غزة يمكن ما بتوافقني الرأي عم بحكي أنا استراتيجيا وليس في الجغرافيا الجبهة اليمنية البعض قال أنه صادرات النفط الدول الخليجية تتأثر لأنه هناك بالأمس كمان في تقرير كان يقول 40% لأنه هذه السفن تمر بقناة السويس مصر هي المتأثرة الأكبر البعض قال الولايات المتحدة تستفيد لأنه بتصير تصدر بالسعر اللي بدها إياه في هذا النفط خلينا نحكي في البداية عن خطوة الحوثيين بباب المندب وبالبحر الأحمر وعن الخطوة المقابلة عن هذا الحرب لشنتها هي الموضوعية كما نقول عملية موضوعية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على مراكز قالت إنها لجماعة أنصار الله لا شك أنه من أجرى القرارات اللي اتخذت بهذه الحرب هو قرار أنه منع السفن الإسرائيلية وأي سفينة ذاهبة باتجاه فلسطين المحتلة أن تمر بباب المندب وهذا قرار جريء جدا وخاصة أنه باب المندب مثل كل الممرات البحرية الرئيسية أنه في شيء من السيطرة الأمريكية والغربية عليه ما في شيء متروك يعني هلأ حشدوا عم بحشدوا أكتر إيه بس أنه هني موجودين وبقوة فاتخذوا هذا القرار فعلا نصرة لغزة والشعب اليمني عبر بأكثر من موقف وعبر بتظاهراته بموقف قيادته أنه شعب فعلا شعب محارب وشعب محب لفلسطين وحاضر لقضية فلسطين رغم كل الجراح اللي لحقته رغم أنه بعض القوى الفلسطينية أثناء الحرب على اليمن كانت في المقلب الآخر للأسف يعني ولكن البوصلة عند القيادة اليمنية بوصلة السليمة هي فلسطين الأوروبي على الغرب بشأن الأمريكي والأوروبي غالى وبالغ بيقدر بتعرفه بده يعمل حلف حارس الازدهار انه اليمنيين بيعرقلوا المياه البحريه اطلاقا
اخر شيء قديش عدد السفن المتوجهه، قد عدد السفن اللي بمر يوميا بباب المندب، وقديش عدد السفن الجزء اللي منهم اللي بيجي باتجاه الكيان الاسرائيلي. فعملوا شيء من التهويل، وطبعا لا شك انه انعكست هذه الحركه، ارتفعت اضعاف قيمه التامين على السفن، وارتفع النقل كمان، وطبعا هذا بده يؤدي الى زياده في الاسعار. هن نجحوا انه شلوا منقلات، انخفض من 100% الشغل في مزدهر لانه بيجوا باتجاه ايلات. صحيح. باب المندب بقال انه 12، بيقول 15، 13، 14، بتعرف الارقام للاسف صايره وجهه نظر حتى عند بعض حتى بالتقارير الاوروبيه الغربيه. بس ما حدا حكى عن اكثر من 15% من التجاره العالميه بتمر. الجزء الاكبر من هذه الحصه من التجاره العالميه هي اسيويه، تجاره اسيويه. يمكن كمان هون الصين متضررة في مكان، لذلك قلت لك تغلبت المصلحة الاقتصادية على الموقف السياسي. الموقف السياسي. فانخفضت بإيلات ل 13% فقط عم بيجي بيوصل سفن من اللي كان يوصلوا. انخفضت الحركة التجارية، انخفضت حركة الاستيراد والتصدير من الميناء. وطبعا الصواريخ اللي سبقت عملية البحر النيل في شيء مشاركة بلشوا قبل عائلات، لا بلشوا قبل الأخوة اليمنيين وقت اللي صاروا يبعثوا مسيرات وصواريخ. كمان هدي هجر جزء لا بأس به من ذاك. أكيد مثل ما قلت لك إيلات هي من مراكز السياحة الشتوية، إنه دافي، أكيد سوح ما عاد فيه، أكيد أوتيلات سكر كمان تجارياً، أكيد تجارياً كذا، أكيد هذه من ضمن الأضرار اللي بعد ما احتسبت حتى الآن. بعدين فيما بعد تلك الصورة ستتظهر بشكل لا. كلي، وحيشوفوا حجم الكرسي اللي بدو يقعوا فيها الإسرائيليين. الأمريكان حاولوا أن يتفادوا، برجع بقول لك مش حباً، الأمريكي فنان في عملية اختراع الحروب. أكثر أمبراطورية خلال 150-200 سنة، هذه الأمبراطورية عاملة حروب قد اللي عملته كل الأمبراطوريات في التاريخ المدون، وكمان فنان في إنهاء الحروب. فالأمريكي حاول يعمل حلف في المرة الأولى، ما تمت الاستجابة. بالمرة الثانية تشكلت منه البريطاني تحصيل حاصل، هذا الحلف الأنكلوسكسوني قائم تلقائيا، يعني يعني عملت البريطانيين لهم فعلوا مصيبتين بالبشرية وقت اللي قضوا مجرمينهم اللي راحوا على أمريكا في البداية، صار يقضوا على ذلك. طبعا الأسبان سبقوهم كمان، ما يسمى بكريستوف كولومبوس، هذا البطل اللي قتل 250 ألف هندي، وهذا التاريخ يتعاتم عليها أنه المستكشف درسونا إحنا وصغار، اكتشف القارة الأمريكية، اكتشف قتل 250 ألف مواطن هندي أحمر وصلبوهن. هذا اللي قدمونا إياه أنه عامل إنجاز بارع. والإنجاز الثاني اللي حققوه الإنجليز كانوا بإيجاد الكيان الإسرائيلي. نعم. لولا الاحتلال الإنجليزي لفلسطين ما كان ممكن أن تكون اليوم إسرائيل قائمة. فهول موجودين ومعهم أستراليا وما بعرف مين معهم، الباقي مش مهمين يعني. كمان حلف صغير كتير، يعني كانوا هني مفتكرين بدو يجي حلف شي حوالي 20-30 دولة. لا، ما كان هذا الحلف، لأنه كمان الناس إلى مصالحها، ممكن السفنة تصير معرضة بباب المندب. لا. وبيعرفوا أنه اليمنيين جديين يعني، بس يعادوا بيعادوا. لا. أنه ما عندهم شيء اسمه الوسط. الأمريكان نفذوا الضربة، طبعا عامل إشكالية داخل الولايات المتحدة، لأنه بالدستور بالمقدمة بالمادة الأولى من الدستور يجب أن يعود، لأنه هذه ممكن أن تؤدي إلى حرب طبعا، وهذا طلب فيها بايدن بالضبط. نعم. للحرب. وشفت لولا عيون إسرائيل ومعزتها عند الكونغرس الأمريكي يعني، لكانوا تقلبوا للمسائل لبايدن طبعا، لو هو عامل شيء بغير خدمة إسرائيل الإسرائيلي، لأنه متفقين على إسرائيل. نعم. فطبعا لذلك كان في مجموعة أصوات بس ما عندها كتير كبيرة، ولكن في اليمن كان أصوات مرتفعة أكثر أنه كيف يشن هذه الضربات بمعزل على الكونغرس. ما كانت كتير كمان، شوية جمهوريين وشوية ديمقراطية، قلت لك أنه في إسرائيل بدأ بس تصير في إسرائيل بدأ تنتهي كل شيء، كل شيء بروق بيهدى عند الأمريكان.
فنفذوا ضربات. هني قالوا انه قتلنا 5 يمنيين، هني قالوا ب 170 صاروخ باغلبها صواريخ جوالي، يعني انه قتلنا 5 يمنيين. انه طب اليمنيين بيرتدعوا بقتل 5، ما كان يقتلهم مع عمل عليهم غارات على 8 سنوات متتالية وما كانوا كانوا ثابتين. وبعدين هذا اليمن عصية، الأمريكي مش قارئ تاريخ جيد، هذه اليمن فات عليها الإنجليزي عصية على الغزاة. عصية على الغزاة، مكبرة للغزاة. طبيعة جغرافيتها، هذه الجغرافيا اللي هي عبارة 642,000 كيلومتر مربع، ولكن هي عبارة عن جبال. هذه أحد وصفها بالأكورديون، هذه إذا بتفتحها بتصير يمكن شيء 6,400,000 كيلومتر مربع، لأنه جبال. فما بيقطع فيها لا 170 صاروخ ولا 1070 صاروخ ولا 17,000 صاروخ. كمان رجعنا على المشكلة الأولى، ما الأمريكا عم بيهرب بده يورد لأوكرانيا، نعم يفتح جبهة كمان، هلأ صار عنده يفتح له جبهة جديدة. لذلك كثير من المحللين الأمريكان والعسكريين الأمريكان، وعجبني سفير أمريكي كان باليمن قال له لقد فعلتم سابق، طبعا قال لبايدن فعلت ما يريده الحوثي. طبعا هلا بيوسع استهدافه للسفن الامريكيه والبريطانيه، هلا صار بدل بس بده يحرس باب المندب صار بده يحرس كمان السفن تعيته. فانا اعتقد الحرب مع اليمن هي حرب خاسره، ما حدا بالتاريخ فات على اليمن او كان مضطر. نعم هون السؤال سعادتك، هل كان مضطر الامريكي كمان هيك الحفاظ على هيبته شوي انه رد هيك رد موضعي؟ حاول يهرب هو الامريكي، هو الضغط بالاساس على الامريكي طبعا، والضغط هلا بالعكس انا رايي صار في ضغط عالمي، اللي حيتضرر من انه غليت السلعه يطالب وقف الحرب على غزه. رجعنا على المفتاح، مفتاح وقف الحرب في كل هذه المنطقه هو وقف العدوان على غزه. على غزه إذا أوقفت إسرائيل على الحرب على غزة كل الجبهات تبرد، وهذا عم يتبلغوه. وصاحب المفتاح مش إسرائيلي هو أمريكي، الحرب على غزة هي قرار أمريكي قبل أن تكون قرار إسرائيلي. شرفي يا ولايات متحدة، إذا أنت ضنيني مش أنه ولا بتطلبي من العراق يسكت ومن اليمن يسكت أطلبي من إسرائيل ومن لبنان يسكت، روحي شوفي حليفك اللي أنت الحرب اللي أنت عم تزوديه بكل ما تملك من أسلحة وزخائر وغيره وغيره وغيره. اللي بده يحاسب واللي بده يلوم من شعوب العالم لازم يلوم الإدارة الأمريكية ولازم يلوم الكيان الإسرائيلي وليس الشعب اليمني اللي هو في الموقع الصح والقيادة اليمنية اللي اتخذت القرار الصح بأنه لابد من نصرة فلسطين ولو كنا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر. ساعتك كمان ذكرت نقطة كتير مهمة، أن الأوروبي لم يعد مقررا وأصبح تابعا وما بيرفع راسه. بدي أسأل يعني بعد معنا 3 دقائق من الوقت عن هذا الموضوع، هل ستبقى أوروبا مستسلمة؟ هل سيرضى الأوروبيون بهذا الموضوع؟ يعني ودائما الفواتير عم تدفعها أوروبا، يعني حربين عالميتين وكل فواتير هلأ مثلا النفط، هلأ مثلا من تداعيات من تداعيات إذا توسعت الحرب ومن تداعيات أغلق النفط ما بعد ارتفاع الغاز بلش الارتفاع. طب هذا الأمريكي مستفيد من هذا الارتفاع، من يدفع الفاتورة؟ المستفيد الثاني الكبير مين؟ الروسي. الروسي مين بيدفع الفاتورة؟ الأوروبي طبعا، بشكل أساسي الأوروبي. من وقت الحرب كانوا بدهم يضعفوا اقتصاد روسيا، زاد النمو وانضربت اقتصادات أوروبا. أنا بعتقد أوروبا لن تصحو من كبوتها إلا إذا تحققت هزيمة في أوكرانيا. هذه الهزيمة بتمسها مباشرة، بتمسها بالاقتصاد وقبل منها بتمسها بالحرب. اليوم كمان أوروبا رايحة نحو العسكرة، شوف الجيش الألماني. الألماني نعم، ميزانية الدفاع الألمانية. طب كله عم يرصد موازنات على حساب من؟ شوف السويد، هذه البلد اللي من 200 سنة عملت سياسة جدا ناجحة إنه نحن بعيدين عن كل الحروب المحيطة. نعم. اليوم السويد عم بدهم يحولوها لمركز للقواعد الأمريكية. اليوم السويد صار بدهم عم يطالبوها الأمريكان إنه يكون في قوة من عندها ولو قوة رمزية تشارك بحروب في الخارج. طب بالسويد اليوم بلش كمان الأصوات بالسويد تقول أنه نحن هذا دولة الرفاهية اللي تغنينا فيها أمام العالم في خطر، لأنه أنتوا وقت اللي بتزيد الموازنات الدفاعية أو الموازنات على حساب هذا، على حساب التعليم والاستشفاء، وأيضا الروسي هدد السويد، يعني كمان الروسي هدد السويد. طبعا طبعا، فاليوم هذا المشهد، أوروبا لن تصحو من كبوتها إلا بهزيمة، وقد لا تكون الهزيمة على أرضها، ولكن إذا هزم حليفها الأمريكي وتحديدا بالميدان الأوكراني نعم. أكيد هذا حيرفع الأصوات، وخاصة أوروبا
فيها قوى حية، ما ننسى فيها أحزاب وفيها قوى حية وفيها مجتمعات مدنية وغيرها، أكيد مش هتسكت. وهنشوف المظاهرات، ومبارح شفنا في مظاهرات بفرنسا كانت كتير كبيرة دعما لغزة، صحيح، وحتى في كل المدن الأوروبية إلى حد ما، وحتى بأمريكا. فهذا صراع مفتوح اليوم. الأمريكي بقدر أختم بهذه النقطة لك، بعسكرته للبحر الأحمر وبسعيه لبناء الأحلاف، وإذا فتح ووسع الحرب على اليمن، واليمن أكيد مش هيستكين، السفينة اللي حيلقطها هيخدها يعني مش هيستكين، شو ما عمله ما هيستكين، عنده سابقة. فلذلك فاليوم هذا الأمريكي هو المسؤول الأول عن كل ما يحصل في هذا العالم، وهو من يهدد اليوم مش بس الشرق الأوسط ولا بس أوروبا، بل هو يهدد الأمن والسلم في العالم أجمع. طيب. عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب محمد خواجة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.